إذن مروان محسن لا صحة على الإطلاق خالص للشائعة الكاذبة المفترية العجيبة الغريبة اللي عرضها بعض المواقع وتداولها الكثيرون. طب إزاي؟ إنه قال إيه؟ الكابتن محسن صالح بيوصي بعدم تفعيل عقد مروان محسن. طب الرد جه إيه من النادي؟ تفعيل هو أوكي اتفعل بدليل إنه اتسجل. هو مروان محسن اتسجل ليه في القايمة الجديدة؟ وفي الأفريقية؟ ما هو في الأفريقية ده متسجل على قديمه، بس متسجل في القايمة الجديدة اللي لعبت مباراة الاتحاد في كأس مصر. ليه؟ لأنه موجود في القايمة الجديدة اللي اتبعتت للاتحاد. وبعدين؟ لأنه عقده متفعل وشغال. مصلحتك إنك تقعد تنتقد، ما تبوخش. بقول لك أنا لو ابنك في الثانوية العامة وأنتوا عايزه يذاكر بطريقة معينة، هو بيذاكر بطريقة مختلفة أو ما بيذاكرش. لو فضلت والله ما أنت فالح، والله ما أنت فالح، والله ما أنت فالح، مش هيفلح.